اهلا بكم مع مهند من محمود للسيارات من شيفروليه 050-516-3525. اليوم هنكلمكم عن سياره اول مره توصل عندنا على الشكل الجديد من السيلفرادو والكابينه الواحده، هي فئه الار اس تي. يلا بينا نشوفها من الداخل. مره ثانيه رجع لكم بالمفتاح الجديد للفئه الجديده اللي نزلت عندنا من السيلفرادو كابينه واحده، فئه كانت بتنزل زمان على الشكل اول ما نزل في 2019، وجات لنا مره تانيه على الشكل الجديد بالجير الارضي موديل 22 الدفعه الاخيره، هي الار اس تي. الار اس تي اللي هي رالي سبورت تراك، طبعا زي ما انتم شايفين هي شكلها رياضي زياده عن او مختلف عن بقيه الفئات. اللي بيميز الار اس تي طبعا ان الشبك دايما يكون نفس لون جسم السياره. السياره اللي قدامنا هي بالحظ لونها اسود، فطالع كله اسود زي ما انتم شايفين. رنجات بتكون اياس 18، الاضاءه ال اي دي، المفتاح طبعا احنا شفنا اللي بيعمله، بيشغل السياره عن بعد، بيفتح الباب الخلفي، فيها الالارم. ده الشكل الجديد للمفتاح. هنا عندنا كمان الشبك بشكل جديد، شعار لونه اسود، الكشافات الضبابيه موجوده طبعا بالتغطيه للشكل الرياضي. السياره ارتفاعها عادي مش مترفعه زي التريل بوس، ده واحد من الفروقات اللي بينهم. الهوك باللون الاسود مش احمر زي التريل بوس، احنا شفنا التريل بوس قبل كده عندنا على القناه. هنا الاضاءه طبعا كلها ال اي دي كامل. تمام، هنا فتحات تهويه، وفي عندنا هنا الاير شاتر لو شفتوه داخل هنا، ده اير شاتر بيفتح ويقفل عشان تهويه الماكينه على حسب السرعه والخط هي بتتصرف طبعا السيارة. هنا الرينج اللون فضي كروم، والشعار الشيفروليه باللون الأسود. عندنا ست مسامير، وشوف قياس التاير لو ظهر عندنا 265/65/18. التاير من نوع رانجلر جود يير طبعا. السسبنشن طبعا احنا عارفين هو Z71 الاوف رود، الابزوربر او الشوك ابزوربر او الجامبينات هي من رانشو. السيارات طبعا كلها بتنزل بدون الدواسات، بدون رش الحوض، كل ده اختياري، بدون التسكيره او الكفر. هنا في دخول ذكي على الابواب، النقاط العامية اللي على المرايات، ده استهلاك البترول، لتر الواحد ماشي اكتر من 9.5 كيلو. طبعا لان هي 10 غيار و V8 ودايناميك فيول مانجمنت احنا شرحناه قبل كده، اللي هو بيشغل السياره على سلندرين حسب الار بي ام. السياره بتتحكم في فتح وقفل السلندرات اللي هي محتاجاها فقط. عندنا هنا طبعا الاوف رود مود كامل والهاند بريك زر، دالتون مود، اوتو هاي لو وتو هاي. الإضاءة طبعا التحكم فيها، الزر ده بيتحكم في الإضاءة اللي على المرايات، هنا التحكم في الإضاءة اللي على الصندوق، والكشافات الضبابية طبعا. السيت بيكون جلد، التحكم في السيت كذا وضع، ونفخ الظهر للخط، الإيرباكس طبعا فيها، ده لون الجلد رمادي. هنا السدة كاب هولدر، شوف السدة فيها شحن سلكي للتليفون طبعا، في أماكن التخزين، وصلات يو اس بي تايب سي، في هنا كهرباء، مخرج كهرباء لو باين، الجير الأرضي اللي احنا كنا مستنيينه. ناس كتير كانت مستنياه، ولسه في ناس متعلقه بالجير العلاجي زي ما بيقولوا اللي ورا الستيرنج، هيكون موجود على نفس التابلو العدادات والشاشه وكل شيء، بس الجير هيكون لسه ورا الستيرنج. طبعا مش هيكون فيه البدلات الشيفتنج. هنا طبعا السياره دي قدامنا فيها البري كوليجن اليرت او اللي بيطلق عليه الرادار الامامي، مثبت السرعه، الشعار باللون الاسود، تحكم في الستيرنج كامل، عداد الديجيتال، الشاشة الكبيرة الجديدة، التخشيب،
شوف من الداخل ندخل ونشغلها. ده هنا الرسالة الترحيبية، شايفين شكلها جميل ما شاء الله. استنى لما تخلص نشغل السيارة. العداد الديجيتال احنا شفناه قبل كده على التريل بوس، وشفناه على الزي ار 2 وموجود على التاهو الجديد. نقدر نغير شكل الشاشة او العداد، وانا نختار اللي معروض، نحط جوجل اكاونت عليه لو حبيت. تمام، اون ستار طبعا فيها، والواي فاي والابل كار بلاي والاندرويد اوتو، جوجل ستور، شكل الساعة، اختار اللي انت عايز تعرضه عليها. تمام، تعمل ساين ان بالاكاونت تبع جوجل وتختار ايه اللي تشغله عليها حسب رغبتك. الشاشة ما شاء الله كبيرة جدا. تمام، وهنا بيورينا سرعة الشارع، تظهر هنا، ودي المعلومات اللي ممكن نختار نعرضها على الشاشة. نقدر نغير شكل الشاشة حسب الرغبة، ودي ميزة حلوة جدا في شكل السيارة. هنا التحكم في المكيف، جير الأرضي، تشغيل المكيف، في وراء الشاشة فيه فراغ، دي كمان تنبيه الحارات، فصل الإيرباج، تراكشن، خاصية فصل الماكينة، تقدر تفصل الخاصية نفسها، داون هيل اسيست. في كمان هنا وصلات يو اس بي وتايب سي، مكيف، تحكم في المكيف، كله موجود. ساعات التخزين كبيرة كتير، كتيرة هنا على السيارة. اوكي، كمان تمام، شوف هنا بدلات الصوت، تحكم فيها من ورا الستيرنج. ده الشيفتنج بادل. تعال نشوف شكل السيارة من الخلف، لأن في هنا اختلاف ما بين الار اس تي والفئات التانية، غير ان هي طبعا لون الشبك والدعميات بيكون نفس لون السيارة. يعني لو سيارة بيضة هيكون الشبك ده كله ابيض، شوف الانيميشن شفتوه. لو سيارة حمراء هيكون الشبك لونه احمر، زرقاء، ازرق، وهكذا. هنا فتحة البترول، عندنا هنا طبعا احنا عارفين دي خلاص، اللي هو القطعتين على الباب وشعار الار اس تي الخلفي، سيلفرادو، شعار الاسود، دي فتحة الباب الخلفي والدرج. هنا طبعا دي اماكن للسماعات حسب طلب الوكالة لو طلبتها، بس الدفعات اللي بتيجي طبعا كلها عندنا هنا بتيجي بدونها، غير لو هي مسموح لنا ان احنا نطلبها بنطلبها، بس هي ما بتجيش للشرق الاوسط لسه بالسماعات. عندنا هنا الاختلاف ان في دول اكزوست، اكزوزين خلفيين، والاكزوزين فعليا موجودين، ادي واحد وهنا السبير، ادي التاني، والجنبينات باينه اللي هي رانشو. تمام، طبعا التريل بوس اكزوز واحد بس، والار اس تي اكزوزين، والال تي اللي هي الجير العلاجي اللي ورا الستيرنج هيكون اكزوز واحد فقط. ده شكل السياره مره تانيه.
يعني اللي بيحب الزد 71 بس مش حابب الترفيع بتاعت التريل بوس زي الفئه اللي هناك دي، حاببها للخط والمدينه اكتر، والاوف رود طبعا العادي يقدر يجي ياخد الار اس تي، واللي بيحب الاوف رود الاسي ولو في صخور في بر في قساوه شويه ياخد التريل بوس. هما فعليا نفس المواصفات غير زي ما احنا قلنا، فقط الشكل الخارجي، الشبك بيكون نفس لون السياره والاكزوزين والرنجات لونها فضي. غير كده دي المواصفات عشان يكون عندك الاختيار للاغراض اللي تناسبك. مره تانيه تتصلوا على مهند 050-516-3525 من الحموده للسيارات، واهلا بكم.